صدح عديمود وواوين ايا لغه هري عيد كدن بيسي دلكي عبد الناصر موسى دهب ليه او دوان كو غيريوداي مغالا دا مقدشو اي حارون تا ودنكا سوماليا عبد الناصر او كسو جيداي قبل كا قبيلي ايا سيوين ايو غعر يسانيهين دلكي ساشعب كا جمهورية دا سومالي لان وحان اسكا سو دبادا عايا او غارسيغا داد كرير سومالي لان اي مغالا دا مقدشو اي حارون تا ودنكا سوماليا جوغا هذا ما حيه صدق ده عديمود اللي جو قاعدي هي اللي جورك عايق بوطفلك الجيري ده صبابي عبد الناصر مسدها بلي وربحنتي إننا أيين كسوكو بينا. دتك كسو كيدا قبل ده سومالي لان يشوجا مقالة مقدشو أي واحد كسو ده بدع أيه تضباد ده يوجودن بيسي. كبوطفلك ده أنا لشو ده أو أيكو كعيسو دولة ده سومالي يا كواسي أو تراب صدق. أي لبدي تضباد يوجودن بيسي قلافة طيح صد ده سومالي لان يسومالي أو ده حيسا. تاسيو عرق إسكوسي شريري سكيني سنة كعدونو أي شعبك جمهورية دا سومالي لان سميان أدا انتكو باد اللقاه لاي ديلك عبد الناصر موسيد هبليه أي أحد الأوكيري شير أي وضالهايين هاي يدا مامولك حوادا إي مقالة دا مقدشو يصيد وقالي هاي يدا دوليماديا دا عالميقا إي كاو سومالي أي أحيلي قاسي وحا غرشيني سيسيدي أي عنقابتين دينا عاها حوادا أصاري لهاي سومالي لان عبد الناصر موسى دهب لي وها سركال سري وقتر سن هايدة دولماديا دا اي ودن كصوماليا اي انا شاقي ينان دولماديا دا رايد كا اي سياسات غيري كارين او عالم كا شرعي ادا كيوغا يالو السنة انا يا هاين طلابكو ها بون شعبكا اي مدح دا كموريا دا سومالي لان انكستو انا يسور تقلين بي اغا جولين تحيلي قاسي اي هايدة دولماديا دا اي مقالة دا مقدشو كوان جبيسي عبد الناصر موسى دهب لي وهالكاسي هذا الدير كشيديي أي وحاو شاقي تاريخ ده أي سومر تاي لوريق دهب وده سوماليا إيو إن أي سومالي لان يو سوماليا سيو ده جرى وغوه شيين إن أي هوده كالسو وريقان هاي ده إي كاوو إي دوليما ديد عالميقا سي يشي أي سوماليا سيعدو غبح ده طلابة ده أي منك قاضي أن أي سيبورو نيسو يسافقارت كاللابة ده ودن لحمراي عبد الناصر دهب لي أي أنت سكدي بالله ونحرسته وحو قري مقال وكجو الرمايو سيد هودو أي سياسة وقام ضحب النانتاي. سبب كري وديري جلسين عبد الناصر موسى دهب لي للديله يدو دولة الصومالية أي وديك سنيسو. هاي السردون كاه أو أنت يعني فلك سفرين كهر مرر بدن وير داي وحنك ويجي سببها وهذا الكاسي وغيري. شركة أي وضلهايين هاي الدول لماديا دا الصومالية يو هاي الدول لماديا دا عالمي جاي. iyo sababta uu qoray maqaalka ku saabsan in hawadu ay ka madax banaantahay siyaasadda qodob kale oo si weyn u muujinaya fulinta dilkan in aan cid la wadaagin xukuumadda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa jiray qorshe kale oo ka dhana Soomaaliland markii ay la wareegtay hawada maamulkeeda bisha February 19kii 2024 iyadoo lagu beegsanayay 6 qof oo Soomaalilandariin ah uguna sareeya hay'adda duulimaadyada ee wadanka Soomaaliya كو كاها عبد الناصر او دل قرشيسن لغو فوليي ايا شنكالي او المادير هديسه او ايا غانا اي ضيسان ايا لغا ديغاي مسوليين تدعدو ينكن قرشينا ايا يواين واربحينيه النسو اعدان كسو بندقي دون مقعية دو ده ايا وحا يستوسين ان هاوادا سوامالي لانسير رسميا لوغا سوعيلين كرو هدي لحداح ونود ماشا لغا سارو انت اسي كدبنا وحا لقرشيين مدنا لديلوه شنتكالان لغا ديغوه اي ضيسان ايا سي اي وغبحان shaqada hay'adda duulimaadyada ee wadanka Soomaaliya taasi oo ay Soomaaliland iyo Soomaaliya isku haysteen muddooyinkii ugu dambeeyay hawada hase yeeshee Soomaaliland dadka la ugaarsanay ee Muqdisho ka jooga iyo sidoo oo kale talaabooyinka ay Soomaaliya qaaday ayaan waxba ka bedelin gacan ku haynta hawada oo ay ila iyo hadda si rasmi ah u maamulayso yeeshee waxa bilaabmay ugaarsi ka dhana dadka reer Soomaaliland ee ku nool magaalada Muqdisho ee xarunta wadanka Soomaaliya kaasi oo aynu warbixinaheena dambe ku faaqidi doono sababaha dadkaasi loo ugaarsanayo iyo shakhsiyaadka ka dambeeya.